2% فقط من الرجال ضحايا تحرش. وانا بيناته. انت كيف تتعرض للتحرش الجنسي؟ بالسياره، بالسينما، بتنزل ايدها لتحت، تيجي تحط ايدها مطرح مش مشروع، بتقلي انا بتمنى نام معك، كثير تحشر فيك بطريقه كثير مقززه بصراحه. شو بتعمل؟ طلع انه شو هالبنت هاي اللي تيجي تقول لهيك لشاب؟ يا بنت تشوفني كاول نظره، كاول امبريشن كجسد، هيدا ما بقبل. افتح لي فيديو. ايه. وبدي اشوفك فيس تو فيس، فرجيني مثلا جسمك، صدري حلو، بيعجبك هالصدر، بيعجبك هالشيء، امتى بدنا نروح على اوتيل؟ انت بتقلها طفي الكاميرا، يعني انا ببادر من عندي، انا بسكرها الكاميرا.